سمعت صوت الصريخ ده، البكا ده، العويل من ستات مصر او عظيمات مصر زي ما قال عليهم الرئيس. المفارقه الغريبه ان الفيديو ده واللي حصل ده كان فبراير سنه 80، بعد حوالي 36 سنه، 36 سنه من حصار اسرائيل في السفاره دي، في ال 100 متر 300 متر، في ان يبقى عندنا سفير للكيان الصهيوني، وسفير للصهاينه، وفي ورق رسمي، سفير على الورق، سفير على الورق، كله على الورق، لكن اللي في القلب فضل في القلب، مفيش تطبيع. السفير يفضل محاصر في بيته، يفضل عارف انه دايما مش مرغوب فيه حتى لو كان وجوده اجرائي. كان دايما رغم هذا الوجود الرسمي كان في تواطؤ عظيم ما بين الشعب والحكومه على ان الناس دي مش موجوده. اللي صرخوا وبكوا سنه 80 رجعوا النهارده بنفس صرختهم، يصرخوا اكتر بوجع اكتر، وهم شايفين عضو مجلس نواب مصري بيستضيف السفير الاسرائيلي في بيته، بيت مصري، وتصور معاه وياكله محشي، وقال ايه، يقعد معاه 3 ساعات يناقش الشان المصري. يناقش ايه؟ الشان المصري. القانون مش هيدين توفيق عكاشة، القانون مش هيدين توفيق عكاشة، بس قانون الشعب أقوى. قانون الشعب بيذبح، قانون الشعب هيفضل يدين أي حد يحاول يخرج إسرائيل أو الكيان الصهيوني من عزلته، أو أي حد يحاول يحسس الكيان الصهيوني إنه مش عدوه. جريمة توفيق عكاشة اللي بيطنطن طول الوقت عن الوطنية والخيانة، واللي كان بيستمتع واتشهر على قفا اتهامات الشباب بالتآمر والخيانة، ان بيقول لك ان السفير الاسرائيلي صديقه وان الكيان الصهيوني اصدقائه. جريمته انه مثلا ما قالناش هل كلم السفير وقال له انتوا ليه لحد دلوقتي بتبعتوا جواسيس ضد مصر؟ رايح تحل معاه أزمة سد النهضة، وأنت يا سيادة النائب اللي طول الوقت مصدعنا بأن إسرائيل بتلعب ضد مصر في أفريقيا؟ إسرائيل النهاردة في عيد يا سيادة النائب، يا نائب الشعب. الصهاينة مبسوطين بيك جدا، بيقولوا عليك بطل علشان كسرت الحصار المفروض حوالين سفيرهم. جيروزاليم بوست، الجورنان الإسرائيلي العبري، بيحتفل بيك النهاردة. جاكي خوجي الصحفي في راديو جيش الكيان الصهيوني بيحتفل بيك النهاردة، بيحتفل بالنائب بتاعكم يا أهالي المنصورة. يا ناسنا في نبارو وطلخة، أبشروا، النائب بتاعكم هيجيب لكم مساعدات من الصهاينة. الإذاعة الإسرائيلية بتحتفل بيك يا سيادة النائب عكاشة، وبتقول إنك اتناقشت مع السفير الإسرائيلي في فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والزراعية والتعليمية. هو أنت بجد فعلا مصدق؟ مصدق يا عكاشة الهوس اللي وصل بيك من تفجير الثورة، لأنك أنت ممكن تتكلم باسم المصريين وتناقش قضايا المصريين؟ النائب عكاشة بيتفاخر ويتحدى المصريين ويقول لك هسافر تل أبيب وأقول لهم على مكان هيكل سليمان وهقابل نتنياهو، وتحداكم وقال لكم إنه لما عمل كتاب دولة الرب الماسونية والألفية السعيدة بعت هدية للسفير الإسرائيلي. الموضوع من زمان مش جديد، وعلى فكرة الموضوع من زمان قوي، اوعى تتخيل إن هي أول مرة. النائب توفيق عكاشة بيخون الناس، بيخون ما اتفق عليه جماعة الشعب المصري بأنه مفيش تطبيع وأن اللي في القلب في القلب، وبيحب إسرائيل.